من فريد للعندليب، بس المره دي العندليب اللي احنا وعدناه الاسبوع اللي فات لما كلمنا على ابو تريكه وعلى بركات، قلنا الهداف الاسطوري لنادي الزمالك العندليب عبد الحليم علي. في الشوط الثاني في 13 دقيقه اللي فاتوا، وهجمه ثانيه لطارق، وطارق العب جول اخيرا اخيرا. هم سامعيني او المخرج سامعني ما شاء الله، وتمريره ثانيه بينفرد انفراد كلي عبد الحليم. ايه يا بقى يا راجل، حط يا راجل الثلاثيه الثلاثيه. اخيرا عبد الحليم علي هداف مودرن، وزي ما بقول لحضراتكم هو المتحدث الرسمي لخط هجوم القافله البيضاء طوال الدوري، وجايب اسرع هدف بعد 39 ثانيه في ماتش الاسماعيلي، خانوا التوفيق. واخيرا اخيرا عبد الحليم علي في الدقيقه 19 في الدقيقه 19 يحط بصمته ويؤكد نجوميته ويؤكد انه يستخرج او انه استخرج بطاقه عضويته فعلا في مملكه الهدافين، والقلب يعشق كل جميل. لا حسلم منك ولا حرض أبد مغلوب، وحقول الدنيا دنيا. أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب، ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة، ونغني أغاني مليانة حكاوي سعيدة، وحننزل طول الفرحة يا ابويا، وحقول لحبيبي سلامة 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 على حسن وداد على حسن وداد قلبي يا ابويا على حسن وداد.